مشاهدينا نروح لجولة السوشيال ميديا، وما بين التساؤل الأول أن ليش ما يكون لنا منتجاتنا المحلية، والتساؤل الثاني أن ليش مو أنت صاحب هذه المنتجات المحلية. قاد الطموح إبراهيم الشمراني إلى تأسيس شركته الخاصة في الأمن السيبراني. هذه القصة من موقع التواصل الحكومي. علاقتي مع الكمبيوتر بدت من اول كمبيوتر دخل البيت عندنا. انا عارف الكمبيوتر ذكي بس انا ماني عارف ليش او كيف. فكنت اكتب له مثلا افتح زيل، كان اسمه البرنامج الناشر، زيل وورد، واساله اسئله كذا اتوقع انه بيجاوب. هذا الكلام قبل الانترنت. وقتها هذا ساهم كثير في قضيه انه لما رحت الجامعه اخترت اني اتخصص في الحاسب. كانت دائما عندي هاجس وسؤال يقول ليش ما يكون لنا منتجاتنا المحليه الخاصه فينا. هذا قادني للسؤال اللي بعده اللي يقول ليش مو انت تبدأ الفكرة هذه وتقودها، وهذا اللي صار. نهدف في شركة كوغنا أن نكون العقل اللي يساعد الجهات في اكتشاف الهجمات وإيقافها. الله وفق أنه السنة اللي بدينا فيها وبدينا نشتغل فتحت الهيئة الوطنية للأمن السبراني مسرعة مختصة في الأمن السبراني. إحنا اليوم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في السيليكون فالي. إحنا قابلنا في خلال هذه الرحلة عدد كبير من مؤسسي شركات، بعضها وصل قيمتها إلى مليارات. قابلنا العديد من خبراء الذكاء الاصطناعي. أول يوم انضمينا للمسرعة شركة ما شاء الله تبارك الله، يعني فعلا إبراهيم قدوة وقصة جميلة جدا للشباب. يعني لو جلسنا كلنا كذا مع بعض وسألنا نفسنا نفس هذه السؤالين، ليش ما يكون عندنا منتجاتنا المحلية، وليش مو أنت صاحب هذه المنتجات أو صاحب هذه الفكرة، كلنا بالنهاية راح نكون رائدي ورائدات أعمال.